ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سياده وزير التعليم طالع يقول لنا كلمتين مهمين قوي، اتفضلوا. بيقول لك ان الدستور منح المواطنين حق التعليم المجاني. هو فين الدستور اصلا؟ هو انتوا بتمشوا الدستور غير على ناس وناس؟ الدستور منح المواطنين حق التعليم المجاني لكنه لم يمنحهم حق النجاح. ما حدش قال لك نجحنا ببلاش، ما حدش قال لك نجح الطلبه ببلاش. اولا النتيجه ملعوب فيها، ثانيا الناس يعني جابت اخرها بصراحه، ثالثا تجربتك فاشله يا سياده الوزير. انت جايب لي تابلت من غير الناس ما تعرف حتى تتعامل عليه، يعني انت ضيعت مبلغ وقدره في التابلت اللي الناس ما بتعرفش تتعامل اصلا عليه. يعني مش هقول لك ان احنا شعب جاهل، لكن تكنولوجيا تدخل على الناس، تكنولوجيا وتدخل على الناس حاجات غريبه وتدخل لهم اسئله ملهاش اجوبه. اما واحد من اللي بيصححوا قال لك ما فيش نموذج اجابه علشان خاطر اللي هيجوا يعملوا تظلمات، ما فيش نموذج اجابه، صلاه النبي احسن. طب انتوا عملتوا النتيجه على اساس ايه؟ يعني ايه ما فيش نموذج اجابه؟ ده معناه ان النتيجه الهي، ده معناه ان النتيجه شكرا بالمزاج كده وحاجه يعلم بها ربنا. تجربتك فاشله يا سياده الوزير، ولازم حضرتك تعترف ان التجربه فاشله. تجربه اقسم بالله التجربه دي ما تنفعش. هتقول لي عيال فشله وطلبه فشله؟ عمر الفاشل ما ينجح بالطريقه اللي انت بتشتغل بيها يا سياده الوزير. طريقتك غلط اصلا، فلوسه ضيعتوها، فران تجارب وعملتونا، يعني في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ انتوا عملتونا فران تجارب اقسم بالله. المصريين بقوا فران تجارب لكل حاجه، حتى اكل عيشهم، حتى اكل عيشنا اللي بناكله بقيتوا عملتونا فيه فران تجارب، بقيتوا تمتصوا فلوس وخلاص، وعايزين تاكلوا المواطن وبتتاجروا فيه بشكل غير طبيعي. التعليم بقى عمليه تجاريه، ما بقاش عمليه تعليميه، باظ خرب. ما ينفعش يا سياده الوزير، وانت ضيعت على الدوله فلوس كتيره جدا من حق الولاد دول انهم كانوا استفادوا بيها. تجربتك فاشله يا سياده الوزير، شكرا.